يعني بداية خلينا نتفق انه الموسم اللي جاي ده واللي هنبدأ فترة التحضير والإعداد ليه كمان أسبوعين ثلاثة، تقدر تقول عليه الموسم اللي يتقال فيه كلام كتير. بس قبل ما نروح للموسم ده، أنا عايز أقف مع الموسم اللي فات، لأنه اللي أنت ممكن تشوفه كجمهور نادي أهلي إنه العادي والطبيعي هو من وجهة نظر الآخرين أشبه بالمعجزة. اللي عمله النادي الأهلي السنة دي واللي عمله مارسيل كولر تحديداً، ما اعتقدش انه كان اكتر الاهلاويه تفاؤلا يتخيل انه ممكن يحصل. ومع ذلك الرجل تخطى عدد كبير جدا من المطبات الصعبه، اولها انه لاول مره بيشتغل في افريقيا وعنده جهل تام بطبيعه المنافسه وطبيعه البطولات الافريقيه وشكل وحجم وشعبيه النادي الاهلي. نمره اتنين انه جه الموسم وهو مغمض عينيه وقرر انه يبدا مع الاهلي مشواره وهو مش مدرك او مش دارس بشكل مفصل ايه هي الخامه او القماشه اللي موجوده تحت ايده، واللي مطالب ان هو يحقق فوز ورا التاني ويعالج اخطاء ويطور مستويات ويحوز وينافس على كل الالقاب، وهو ما فعله السويسري الداهيه مارسيل كولر. ازاي ده حصل؟ مهم جدا نجاوب على السؤال عشان نعرف هل يستطيع الاهلي تكرار نفس الانجاز في موسم اصعب، في موسم اطول، في موسم مستوى المنافسه فيه هيكون في اعلى مستوياته. قبل ده كله وقبل ما نجاوب على الاسئله دي كلها، لازم ارحب بضيوفي محللي الكره العالميه نادر شبانه وحماده الشناوي اللي بيشرفنا النهارده لاول مره. ارحب، تسمح لي نادر بحماده. اهلا وسهلا حماده، ومنور الدنيا. الحمد لله، اتمنى ان شاء الله تستمتع معانا والجمهور والساده المشاهدين يستمتعوا معانا ان شاء الله. اكيد انا فخور ومبسوط جدا ان انا موجود في قناه النادي الاهلي، ومبسوط وفخور برضه ان انا موجود مع حضرتك. يعني شرف لينا. أيمن. نادر صديقي العزيز، وحشنا بداية طبعا، واهلا وسهلا بك في السادسة. انت وحشني اكتر، وبتشرف جدا ان انا طالع مع شناوي لاول مرة، وان شاء الله باذن الله تكون حلقة خفيفة. طيب مع حمادة ومع نادر هندردش مع بعض، وخليني ابدا بالسؤال اللي كنت بقوله للناس. في ناس شايفة او متعودة او ما شافتش حاجة تانية غير انه الاهلي بيفوز بكل الالقاب وبيفوز بكل البطولات، فبالتالي الموسم اللي احنا فيه انه الاهلي علامة كاملة ده شيء عادي وشيء طبيعي. لكن لما تيجي تبص للامور من وجهة نظر تحليلية، تلاقي انه اللي حصل ده واحد ما كانش حد متوقعه، اتنين ممكن يكون بجد تشبيه المعجزة هو التشبيه الامثل بالنسبة له طبقا للظروف اللي مر بيها الفريق وتولي ادارة فنية جديدة، وموسم كان صعب جدا بسيناريوهات صعبة جدا وعدد من التزامات نظر نادر، ازاي الاهلي مع مارسيل كولر قدر يحقق العلامة الكاملة في كل البطولات؟ بص، هي البداية يا احمد من ان انت اصلا يعني تولي مارسيل كولر لمسؤولية تدريب الاهلي، ده كان الناس كلها مين مارسيل كولر، ومحدش كان عارف مارسيل كولر اول ما جه، واسماء كتير جدا ارتبطت في الوقت اللي الراجل ده اول ما وصل فيه اول يوم ليه في الاهلي اتكلم على ارضية ملعب التتش اللي بعدها على طول بعد ما لعب الماتشات قال لك انا عايز انقل من استاد السلام لاستاد القاهرة. الراجل ده جاي يشتغل، الراجل ده اتكلم على موضوع المعدات، اتكلم على موضوع المحللين اللي موجودين عنده، واحد زي ياسين المكارم، واحد من ضمن اللعيبه النجوم السابقين في منتخب تونس طبعا، العلاقه اللي ما بينه وبين اللعيبه التوانسه اللي كانت في الفرقه زي كريستو، زي علي معلول، زي كهربا، زي كهربا كان زميل ليه في سويسرا، لعب معاه في سويسرا. هو نفسه بعد الدروب اللي حصل بعد ماتش سان داونز اللي كان في بريتوريا وبنخسر خمسه هناك، فالراجل طلع تصريحه اللي قال فيه ان انا اللي يعني انا اللي بشيل المسؤوليه كامله وبعرف اللعيبه كلها عن اي حاجه، انا لسه ما عنديش الخبره الكبيره الافريقيه، ولكن بوعد الجماهير بان احنا هنكون موجودين في الادوار الاقصائيه. تشاء الاقدار والظروف بتخدمنا، ولكن في النهايه انك انت لما بتجيلك الفرصه تستغلها، عرفت تستغلها، بتكسب الهلال 3-0. هو واحد من الناس اللي كانت بتطلب بالحضور الجماهيري وكان بيضغط على ان احنا الحضور الجماهيري يكون الساعه الكامله، دي حاجات كلها بره الملعب. تعال نخش نشوف جوه الملعب. من بدايه الموسم كريم فؤاد وتحول كريم فؤاد معاه لواحد من افضل الاجنحه اللي ما كانوا موجودين في الدوري المصري قبل ما كان يتصاب، واحد زي طاهر محمد طاهر قبل اصابه طاهر محمد طاهر في ماتش السوبر اللي كان سبب اساسي في ان هو احنا نفوز بيه. لعيبه كتير قبل ما تصاب، مش بس طاهر، لعيبه كتير قبل ما تصاب وصلت لفورمه عاليه جدا مع مارسيل كولر. حسين الشحات افضل لاعب في مصر السنه دي بدون مبالغه وبدون اي شيء من انواع ان احنا بنحاز لحسين الشحات. ارقام حسين الشحات قادت الاهلي للفوز بالدوري ودوري ابطال افريقيا، مفيش اي اختلاف على هي كله. هي الاهم منها انها يعني دايما ابص الارقام على انها لابد انها تكون مؤثره وفعاله. يعني بالزبط. يعني ارقام لاعب مهما كانت عظيمه جدا بدون ما الفريق
يتوج ببطوله او يتوج بلقب هي ارقام ملهاش يعني ملهاش معنى بالزبط. مع كامل تقديري واحترامي طبعا أكيد. يعني لكن فكره في النهايه هو ايه مستوى الفعاليه، ايه مستوى التاثير. هي دي النقطه. حسين الشحات ده مش واحد بس، ده واحد زي محمود عبد المنعم كهربا، انت جايبه زي ما بيقولوا كده ايه العائد من الموت. زي ما كان بتاع على الالان بارديو في نيوكاسل لما كان هناك عندهم في انجلترا، ده اللي بيحصل مع كهربا. فاول ماتش بيلعبه بيجيب هدف في سموحه، الماتش اللي بعديه بيجيب هدف في الزمالك، واحد من الاسباب الرئيسيه لفوز الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا باهدافه المؤثره والحاسمه. في الوداد بيسجل، في الهلال بيسجل، في القطن بيسجل، في الماتشات الحاسمه كهربا كان متواجد وكهربا كان مؤثر. الريسك اللي هو ياخده ويلعب بكهربا سترايكر بعد ما كهربا اصلا حياته كلها في الاهلي لما لعبها كان جناح، وفتره تالقه كلها مع الزمالك كان جناح. طيب. ريسك، انا بلعب بكهربا مهاجم وعرفت اطلع ده. طيب خليني اسال حماده في الجزئيه دي، هل من الممكن انه اللي حصل مع مارسيل كولر والنادي الاهلي الموسم ده يبقى مجرد صدفه، او يبقى توفيق زياده، او يبقى ضعف المنافسه؟ والله انت خدت بطولة افريقيا، المنافسة مش احسن حاجة، والله انت خدت الدوري المحلي، اغلب المنافسين بتوعك مش في افضل احوالهم، فبالتالي نجاحك ده يترجم لانه حظ كويس، توفيق زيادة، جت بالصدفة، المنافسة مش على اعلى. يعني هل ممكن يتقري في السياق ده؟ لا يعني قطعا لا. بص كابتن احمد، لما تيجي كمحلل او كاداره او كحد مسؤول بتيجي تحلل انا ليه نجحت او ليه ما نجحتش، بيبقى عندك اسباب ممكن المشجع العادي ما يعرفهاش او ما بيشغلش دماغه بيها. انت شغلانتك التحليل، شغلانتك الارقام بالزبط. فانا عايز اشوف وجهه نظر الارقام والتحليل قايله ايه في القصه دي بالظبط. انا بالنسبه لي فكره ان مارسيل كولر اول مره ينزل افريقيا او مره يشتغل بره الدول الاوروبيه، انا بالنسبه لي حاجه طبعا عامل مؤثر مش في صفه، ولكن الراجل مع الموسم او في خلال الموسم الراجل تدارك الموضوع تمام. ولكن انا بالنسبه لي في ثلاث عوامل، لو انت ما عدتش 80% في الحاجات دي انت مش هتعرف تاخد بطوله حتى لو انت ابن مصر. يعني لو انت مثلا مدرب اجنبي وانت عايش في افريقيا ودايس وعارف كل حاجه فرقها دي بالنسبه لي انا انت ده خبره معرفيه، لكن انا بالنسبه لي الشغل بتاعك الفني اول حاجه. خد بالك برضو يعني اللي عنده خبره في افريقيا، يعني لو تفتكر تجربه موسيماني عامل اضافي بيديلك يعني بيديلك عارف طبعاً. مين الوداد وعارف مين سان داونز وعارف مين الترجي وعارف مين، عارف افريقيا ولعب مع الفرق دي وعارف ازاي يقابلهم وعارف ازاي صحيح. مديرينهم الفنيين بيفكروا. لكن لما تيجي ترمي بكولر وهو جاي من سويسرا من اوروبا من النمسا من المانيا، تقول له خش المعترك الافريقي والعب في ملعب افريقيا، برضه قصه صعبه. اكيد قصه جداً. بس هي الفكره كلها ان الثلاث عوامل اللي اشتغل عليهم مارسيل كولر اشتغل عليهم صح جدا، ساعدوه ان هو يتدارك كل العواقب اللي عدت قدامه. ايه الثلاث عوامل؟ اولا اول حاجه وبالنسبه لي ودي اهم حاجه وسر الخلطه زي ما قلت قبل كده في نجاح النادي الاهلي السنه دي، هو الشغل البدني. النادي الاهلي بدنيا السنه دي هو بالنسبه لي هو احسن موسم على الاطلاق. تعالى نرجع لفتره اللي ورا كده، علي معلول دي نقله لازم اقف عندها، مش طبيعي. مشاكل الاهلي في الثلاث مواسم اللي قبل كده هي الناحيه البدنيه، الناحيه البدنيه الاصابات عندك كان معدل مش طبيعي، حتى اللعيبه السليمه مستوياتها البدنيه في الملعب وصلت لمرحله من الارهاق انها بتديك يعني 50% 60% من اللي انت متعود عليه. السنه دي انت كل اللعيب عندك اعتقد ان هي ما اتصابتش، انا لاول مره في تاريخ بيرسي تاو من ساعه اصلا محترف ومن ساعه ما كان بيلعب في صن داونز يقعد من يوم 24 يناير حتى الان ما اتصابش. يعني نمسك الخشب يعني ما شاء الله بس ما اتصابش. ده بدليل ان الراجل شغال صح. شغال صح ازاي؟ ان هو بيتعامل بشكل علمي بحت، في داتا بتتقدم. انا بالنسبه لي الداتا دي عامل مؤثر ومساهم في كل قرار فني انا باخده. انا فاكر الاهلي في بدايه الموسم عمل قياسات وعمل بصمه وعمل كل حاجه، كل حاجه يعني اتعملت، فده كان عامل مؤثر جدا وسر ان لعيبتك لحد اخر لحظه في الدوري واخر لحظه في الموسم كانت واقفه على رجلها. ده العامل المهم. العامل الثاني والعامل النفسي، انا بالنسبه لي مارسيل كولر من اذكى اللعيبه او من اذكى المدربين اللي نزلت مصر بقى لها فتره طويله. اولا الراجل ده عامل معادله صعبه جدا، الراجل ده دمه خفيف، عنده قبول، حازم، هادي وبيتكلم بشكل كويس على اللعيبه حتى لو كان في اخفاق، بس في نفس الوقت اللعيبه ما بتكرهوش. كمان عمره ما انتقد لاعب في الاعلام، عمره ما اتكلم بشكل سلبي على لاعب موجود عنده. الراجل ده عارف يخلق حاله كويسه للعيبه اعلاميه.
انا عمري ما اطلع اقول انا محتاج مهاجم، مع رغم ان انت ممكن يكون عندك مهاجم وده يتاثر عليك بشكل سلبي. انا مثلا كراس حربه موجود في النادي الاهلي، لما الكوتش بتاعي يطلع مثلا اعلاميا يجي يقول لي انا محتاج مهاجم، فاذا انا ماليش لازمه في الفرقه، فيتاثر عليا بشكل مش سلبي. بالضروره يعني، مش بالضروره يعني، انا لما بقول ما يعني النهارده انا بقول صراحه الاهلي محتاج مهاجم، لكن ده لا يقلل من اهميه او حجم او تاثير المهاجمين اللي موجودين في النادي الاهلي. في لعيبه ضعاف نفسيا ما بتقدرش تتحمل ده. مش بالضروره احتياجك لمركز، يعني انا لما اقول النهارده محتاج باك شمال، هل ده معناه علي معلول مش باك شمال كويس؟ لا، بس لما اقول ان انا محتاج جول كيبر، هل ده معناه انه الشناوي ومن وراه شوبير ومن وراهم قبلهم علي لطفي؟ على فكره انا كنت عندي قناعه انه علي لطفي واحد من احسن جول كيبرز في مصر، ومن وراهم حتى حمزه علاء ان هم مش كويسين. لا خالص، بس طبيعه المنافسه. انت اتحطيت في خانه ياك، كان ممكن جدا السنه اللي فاتت اصابه شناوي وبعد كده علي لطفي وانت بتلعب بطولات افريقيا، لا ممكن جدا تعمل لك هزه وتضيع لقب بمنتهى السهوله. بس الفرق ما بين الاثنين ان انا اطلع اقول انا محتاج باك ليفت، مش محتاج باك ليفت عشان علي معلول وحش، انا محتاج باك ليفت عشان اريح علي معلول. انا لما اقول انا محتاج مهاجم، انا محتاج مهاجم يكون كويس مع اللي عندي، لكن انا ما اكونش مثلا خسران او عندي مشكله واطلع اقول اللي عندي مش كفايه او اللي عندي مش افضل حاجه، فطبعا ده بيأثر بشكل سلبي. هو في العموم بشكل نفسي نفسيا بيتعامل بشكل كويس في جدا، في مناخ قدر يخلقه مناخ كويس جدا للكل ان هو يعرف يشتغل. الحاجه المهمه والثالثه بالنسبه لي طبعا هو الشغل الفني بتاعه، يعني ما فيش محلل اختلف على مارسيل كولر فنيا. ده في يعني ما اعرفش يطلق عليه محلل ولا يطلق عليه حاجه تانية، بس هو يطلق على نفسه لقب بس مش ينفع نقوله. لا والله في غيره كمان يا نادر، يعني في ناس كتير جدا حتى مع خمس بطولات وخمس القاب في موسم اول، ناس كتير قالت لك انه يعني فقير اتقال كده نص فقير فنيا وما يستحقش انه يكمل مع نادي الاهلي. في ناس بتحب تاخد الراي الفني او التحليل الفني بشكل فاني. انا طالع اقول ده فاني كده يعني نضحك اضحك. انا بطلع اقول معلومه تضحك، انا مش طالع اقول معلومه تفيد الناس او اوضح حاجه. لو طلعت لو طلع ما قال لك معلومه تضحك معلومه تضحك لو طلعت تضحك ده مش مكان الاستوديو التحليلي، لو طلعت تضحك ده ممكن في حاجات تانية كتير يعني. هو 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 دي طريقته، هو بيشتغل كده والناس بتحب الحاجات اللي بتضحك، في ناس بتحب الحاجات دي، لكن مفيش حد عايز ياخد معلومه. والله عيب على الناس. مفيش حد عايز ياخد معلومه مثلا حد يقول مثلا عن مارسيل كولر مدرب مثلا فقير فنيا، لا يعني ده الكفايه بس كم اللعيبه اللي تجاوزت 10 مساهمات ايه اصلا في تاريخ. يعني بالنسبه لي مثلا الفكره بتاع حمدي فتحي دي ان اول مره في حياته يعدي 10 مساهمات في موسم واحد، ده بالنسبه لي حاجه مش طبيعيه. بالنسبه لي ان حسين الشحات السنه دي على مدار موسم كامل مقدم موسم خرافي، هو الموسم الافضل ليه على الاطلاق، ده بالنسبه لي حاجه مش طبيعيه. بيرسي تاو النسخه اللي قدمها مع الاهلي السنه دي لاول مره يقدمها برده، ده بالنسبه لي حاجه مش طبيعيه. محمد هاني السنه دي بيقدم من احسن المواسم اللي من ساعه ما تصعد مع النادي الاهلي، ده بالنسبه لي حاجه مش طبيعيه. فانت عندك كم اللعيبه اللي اتطورت او مستواها ظهر، او اللعيبه اللي جاب من عندها، لو اللعيب ده عنده 5 من 10 فجاب الخمسه من 10، ده بالنسبه لي نجاح. انا مش عايز اكتر من كده. فلا انت بص على الحاله العامه، بص على النجاحات، بص على الحاله الفنيه، بص على المتعه اللي كمان بيقدمها، بص على نادي الثلاثيات ونادي الرباعيات اللي المنافسين موجودين فيها. فانا بالنسبه لي انا عايز ايه اكتر من كده؟ انا مش هروح اقابل مانشستر سيتي عشان اغلبه عشان يثبت لي ان هو مدرب كويس. لما لعبت قدام ريال مدريد جيم مفتوح كنت بتهاجمه، احد الاعلاميين طلع وقال لك ان في لعيبه لعبت الماتش ده المفروض ما يقولوش لاولادهم ان هم لعبوه. فاكر التصريح ده؟ طبعا. انا مش مقتنع، يعني انا لحد الدقيقه 90 وانا اللي ضاغط ريال مدريد وانا كنت افضل من ريال مدريد، وكارلو انشيلوتي نفسه في المؤتمر الصحفي قال حاجه زي كده واعترف بده واخطاء فرديه بسيطه. يا نادر التغطيه بتاعت الصحف الاسبانيه، انا بعد الماتش ده قبل ما نروح لماتش فلامينجو، بعد الماتش ده احنا كنا بنعمل بس مباشر مع قناه ريال مدريد، يعني قناه الريال بتاخد من قناه الاهلي وقناه الاهلي بتاخد من الريال، وكنا بنتابع الصحف في اسبانيا قالت ايه. لو تشوف رد الفعل الاسباني على مع كامل احترام يعني ريال مدريد، يعني مش محتاجين نتكلم على ريال مدريد، يعني محتاج اكلمك على ريال مدريد عشان اقول لك فالناس دي لما تيجي تتكلم على الاهلي بالشكل ده وعلى فرقه النادي الاهلي وعلى قد ايه ان هم قدموا مباراه وظهروا بمظهر مشرف كبطل افريقيا، ده في حد ذاته مش محتاج تعليق عليه، او مش محتاج ان انا ارد على اي حد هاجم النادي الاهلي ومشاركه النادي الاهلي في كاس العالم. بعدين الناس لما توصل كاس العالم تبقى تتكلم على مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم. يعني الخروج، يعني والله العظيم مش قصدي اي حاجه، بس الخروج من بطولات انا بشوفها ودية. بص احنا جبنا 2 برونز مع بيتسو موسيماني، منهم واحده على حساب بالميراس عملاق ده بطل البرازيل وبطل كوبا ليبرتادورس بالظبط،
ومنهم واحده على حساب الهلال وما ادراك ما الهلال والكره في السعوديه واربعه. لكن انا البطوله دي كوره يعني انا انبسطت جدا من ولولا بعض الاخطاء الساذجه انت كان ممكن جدا تفنش. بص فاينل ما اقدرش اقول يعني برضو في النهايه ده الريال، لكن على الاقل في ماتش فلامينجو انا حاسس ان انا كنت راكب الماتش وكنت ممكن جدا اخلص الماتش. انت خسرت ماتش ريال، انت ما خسرتش عشان ريال مدريد، اخطاء فرديه من بعض اللعيبه عندك خسرتك الماتش. صحيح. يعني الاخطاء دي قدام غزل المحله، قدام الجيش، قدام اي نادي هنا في مصر كانت هتحصل، مش عشان ريال مدريد. وانت كنت لحد الدقيقه 89 او 88 انت كنت ند، وطار محمد طار الكره اللي بالهيد للحارس صدها دي، ما اعرفش صدها ازاي لحد دلوقتي، انت كنت هتبقى خلاص متعادل. وهقول لك حاجه كمان ازيدك من الشعر بيت، ماتش الريال اللي انا خسرته 4 احسن بكتير جدا من ماتش البايرن اللي انا خسرته 2 جدا. انا كنت ند يعني انا حسيت انه الاهلي في الملعب تاتا تات زي ما بيقولوا الفرنساويين كده، راس براس مع فريق ريال مدريد، وده في حد ذاته يعني ارض غروري زي ما او ارض غرور الاهلاويه يعني. ده اللي مزعلنا ان احنا خسرنا الماتش. صحيح. يعني صحيح. خسرنا من باير ما زعلناش قوي. صحيح. لانه مش حلوين قوي. مظبوط. يعني زي ما تقول كده بايرن مدي برشلونه 8 اساسا. أيوه. فاللي هو الحمد لله يا عم ان هي جت على قد كده. أيوه. واتسطرت ونتكل على الله. لكن انا رايح انت كنت نازل عشان تخسر يا نادر، انت كنت نازل قدام بايرن، انت كنت نازل عشان تخسر، انت خلاص انت مستسلم للفكره، انت نازل عشان تخسر باقل نتيجه. انت قدام ريال انت كنت نازل، لا انا ما عنديش حاجه اخسرها. بالظبط. وعلى فكره دي حاجه من اللي الناس حابه حبتها في مارسيل كولر. يعني الراجل تماما مدرك، يعني في اوقات كتير جدا بيتشو موسيماني كان بيلعب ماتشات معينه في توقيتات معينه بشكل دفاعي قوي، او انه يسيب الكره للخصم يستمتع بالزبط. بيها طول ال 90 دقيقه، بس ازاي انا الدخ في كره او كورتين واخلص الماتش صح، وكان بينجح في ده. صحيح. وعمل ده مع سان داونز هنا في القاهره مثلا. بالظبط. بتكسب، بس جمهور النادي الاهلي مش مبسوط قوي يعني. مش حاسس انه الاهلي بيلعب الكره اللي احنا عايزين نشوفها. واحده من الحاجات الملفته جدا من بدايات خالص من الاتحاد المنستيري، من ضربه البدايه اللي حسستني انه الراجل ده هياكل مع جماهير النادي الاهلي، انه عارف تماما جمهور النادي الاهلي مستني ايه. بالزبط. عارف شخصيه الاهلي انه لازم يلعب مع اي حد باسلوبه هو، وانه الاهلي يبقى الفعل والمنافس حقيقي. مهما كان بالزبط. اسمه يبقى هو رد الفعل. الفكره فين؟ ان كل نادي بيبقى عنده دي ان ايه او هويه خاصه بيه. برشلونه ليها الهويه بتاعتها، اتلتيكو ليه الهويه بتاعته. مظبوط. النادي الاهلي الهويه بتاعته، غرور الجمهور بتاعه ما بيسمحش ان انا اشوف الفرقه بتدافع قصاد فرقه ما ايا كانت الفرقه. صحيح. لا انا الوان سايد جيم، انا المتحكم، انا المتسيد، انا اللي بكسب، انا اللي بروح، انا اللي بضيع، انا اللي بطلع الوم لعيبتي ان انا ليه ما كسبتش 4 ولا ليه ما كسبتش 5. مش هطلع الوم لعيبتي ان انا ما قدرتش اكسب فرقه وسط جدول او فرقه متاخره في الجدول. تمام. ده غرور جمهور النادي الاهلي، وده طبعا سر من اسرار قوه النادي الاهلي على مدار السنين. فاذا الراجل ده قدر ان هو يحقق لك المعادله دي، ان هو يجيب لك البطوله ويدي لك المتعه اللي انت عايزها ويرضي غرورك. السيزون ده انا شفت شويه ماتشات متعوني كوره، وماتشات مع فرق كبيره جدا كنت عايزها تخلص. شفت الاهلي فيه اللي انا بتمناه. يعني سيبك بقى هنا ساعات لما بتكلم كوره ما تبقاش القصه بالنسبه لي في النهايه انا جبت كام لقب وجبت كام بطوله، لكن انا شفت كوره تمتع عيني. بالزبط. خدت جرعه، انا استمتعت جدا بالفرقه اللي انا بحبها وبشجعها، بصرف النظر بقى عن حسابات المكسب والخساره، تاهل من عدمه، وصلنا اللقب ما وصلناش. لكن مع مارسيل كولر انا شفت في ماتشات كتير وماتشات من العيار التقيل كوره يعني على اعلى مستوى. دي حقيقه. طب خليني نادر اروح معاك للي جاي بقى. اللي جاي فيه ما هو ايجابي وما هو سلبي. ايجابي انه الراجل واحد انه الفرقه مفنشه بمعنويات عاليه جدا، حاله الانسجام والتناغم مع فكر وطريقه واسلوب مارسيل كولر خلاص بقت موجوده. ارض صلبه واقفين عليها بنبدا فيها الموسم اللي جاي، فتره راحه، معسكر اعداد خارجي لاول مره من سنين طويله بنشوف ده، مساحه لكولر انه يشتغل لانه جه ما كانش عنده وقت يشتغل. يعني بيشتغل وهو في والمكنه دايره زي ما بيقولوا، ما عندوش وقت حتى يعني يعمل شغله، فعنده مساحة الوقت دي. ولكن السلبي، دخل على موسم فيه كم من المباريات والبطولات صعب جدا، سواء من حيث عدد الماتشات، انت لعبت 60 ماتش في 11 شهر، السنة اللي جاية هتلعب أكتر أو أزيد منهم حوالي في مع الأهلي بس حوالي 10 ماتشات كمان، لأن عندك سوبر أبطال بقى بدل ماتش واحد هيبقى 4 فرق، وعندك سوبر ليج اللي هي الدوري الأفريقي وكاس السوبر نفسه، وعندك كاس السوبر الافريقي طبعا، وعندك كمان
الكاس ده وطبعا لا تعودنا خلاص كل بطوله فيها كاسين كل موسم فيه كاسين. وعندك كمان مشاركات الدوليين اللي هم في الاهلي انا حسبتهم بسرعه كده قبل الهوا نص الفرقه 15 لعيب دولي مع منتخباتهم محترفين او مصريين اول او اولمبي في تصفيات كاس عالم في بطوله امم افريقيا في اولمبياد باريس. فبالتالي ده بالنسبه لاي لاعب موسم انتحاري موسم انتحاري. هل يستطيع الاهلي وده السؤال انا بدات به الحلقه النهارده او لقائي معاكم هل يستطيع الاهلي انه يكرر نفس الانجاز وهل مطلوب من مارسيل كولر في ظل المعطيات دي انه يكرر نفس الانجاز؟ هو مش منطقي ان احنا نقول ان هو مطلوب منه ان هو يكرر نفس الانجاز بالنظر للعوامل اللي احنا بنتكلم فيها دي او بالنظر للمعطيات اللي حضرتك لسه ذاكرها. ولكن الراجل ده اصلا اول ما جه ما كانش متوقع منه ده. يعني احنا اصلا بعد المباراه بتاعت سان داونز قلنا نخرج يا عم من افريقيا ونركز في الدوري اللي ضايع مننا بقاله سنتين ونركز فيه وناخد الدوري. هو كان عنده حسبة مختلفه تماما وكان عنده زي ما حماده تفضل بالموضوع بتاع المعدلات البدنيه اللي كانت عند اللعيبه وان هو كان عارف كل لاعب يقدر يلعب قد ايه. ده كان موجود في لعيبه كتير كانت بتلعب عدد ماتشات كبير ابرزهم طبعا في المقام الاول كان بيرسي تاو. ايوه فكرني اسالكم حاجه على لحظه الخروج دي اللي انت بتقول عليها يعني من بطوله افريقيا. تمام. فهي كان فكره ان انت التحول اللي بيحصل في الموسم من بعد ما انت كنت عامل حسابك انا خارج من سان داونز وكان قبل سان داونز ده انا متعادل مع سيراميكا ومتعادل مع فيوتشر متعادل كان في ثلاث ماتشات تعادلات في الدوري. فالوضع الرؤيه ضبابيه بالنسبه لما هي دي فاتوره كاس العالم مبدئيا عشان يعني دي فاتوره كاس العالم صح؟ اخفاقاتنا بعد الانجازات اخفاقاتنا بعد الانجازات بالظبط. لكن الوضع اختلف اللي جاي عليه هو الراجل دلوقتي جاي هو اللي يطلب صفقاته. مارسيل كولر ما طلبش اي صفقه في السيزون اللي فات صفقاته كانت في ميركاتو يناير. طيب لما جبنا الصفقه بتاعت ميركاتو يناير اللي اتعرض عليه الراجل شافه طيب انا ده تمام ده تمام ده تمام ده انا مش هقدر اجيبه ومش بيقبل باي حد. يعني في مدربين في انديه كتير في اوروبا مش بس في مصر طب ما فيش ده خد ده. طيب. يعني فاكر فيلم الناظر ما لقيتش عيش جبت لك جرجير. هو ما فيش المهاجم ده طب ايه رايك في المهاجم ده لا انا خلاص انا هقدر انا هظبطها كهربا هيلعب مهاجم لحد ما بدايه مع بدايه السيزون الجديد ونقدر ان احنا نجيب مهاجم. الراجل عنده في قناعاته في الاسترايكر اللي جاي قناعاته في التشكيل نفسه بشكل عام وجود امام عاشور كصفقه جديده في وسط الملعب وشكل وسط الملعب لما هيتغير بعد رحيل حمدي فتحي. انت واحد من اعمده الفريق كانت السيزون اللي فات حمدي فتحي حاليا حمدي فتحي مش موجود. عدد كبير من اللعيبه معدل الاعمار اصلا دلوقتي اللعيبه بتكبر مش صغيره لعيبه كتير موجوده في الملعب فده هياثر بشكل سلبي ده هياثر بشكل سلبي. لكن تعامل الراجل معاه انا عندي ثقه تمام الثقه في مارسيل كولر ان هو يقدر يتعامل مع ده يقدر يتعامل مع ده بشكل ايجابي ويقدر يطلع منهم احسن حاجه لان واحد من اللعيبه الاكثر لعيبه رغدا في لعيبه الاهلي واكيد حماد عارف حاجه زي كده علي معلول. ايوه ومع ذلك هو اكبرهم سنا فدي حاجه من الحاجات اللي تضاف يعني الكريديت كله يروح بصراحه لمارسيل كولر. فالموسم الجديد انا شايف ان هو مش مطالب بده ولكن طبعا اي اخفاق اكيد زي ما احنا بنشيد بيه زي ما احنا بنطلع ننتقد ولا هو سبب فيه ولكن الراجل ده انا عندي ثقه تامه ان هو يقدر يتعامل مع الوضع بشكل كبير جدا بشكل ايجابي يقدر يبدا الموسم صح يقدر في الوقت اللي اللعيبه الدوليه هيكونوا موجودين في منتخباتهم او اللعيبه الدوليه يكونوا موجودين في المنتخبات الاولمبيه او الاصابات اللي هتحصل. انت كل سنه بيجي لك 2 3 صليبي أيوة. دي مالهاش علاقه بقى بمعدلات دي مالهاش علاقه باللياقه البدنيه ده قضاء وقدر. فانك بتقدر تتعامل مع ده انك انت يجي لك في اول الموسم 2 من الاساسيين اكرم توفيق وكريم فؤاد 2 يجي لهم صليبي في اول الموسم وتقدر تتعامل مع ده وتوجد الحافز اللي عند اللعيبه اللي بتكون موجوده مكانهم ويقدروا يقدموا الموسم الاستثنائي او الاعجازي زي ما انت قلت فعلا وفي النهايه اخرج من الموسم انا ما خسرتش ولا بطوله دي حاجه تضاف له بصراحه حاجه تضاف له وواثق ان هو هيكرر ده السنه دي. قبل ما ادخل في الصفقات او عوده اسماء لان انا شايف انه الصفقات مش بس امام ورضا هاخدكم طبعا في الكلام على امام ورضا بس انا عايز اشوف هل الاهلي كسب وجوه جديده تقدر تراهن عليها في اضافه للسكواد يا حماده في الموسم ده في الموسم اللي فات. يعني هل شفت انت شارك معاك لفتره وفترات اشرف فخري خد وقت كبير كوكا خد برضو فرص كريم دبيس خد فرص كريستو اعتبره برضو من بما انه متأيد مع الشباب فاعتبره برضو في نفس هل شايف انه في اسماء ظهرت مع الاهلي ممكن تراهن عليها في الوصول لفورمه لمستوى يقدر يكون اضافه لمكاسب الاهلي على مستوى الافراد يعني الموسم ده بعيدا عن النجوم الكبار طبعا يعني. اكيد بص على مستوى الاسماء بصراحه انا بالنسبه لي هو اهم موهبه في نص الملعب هو احمد نبيل كوكا
الولد ده ما شاء الله عليه من وقت ما كان بيتصعد يلعب باك ليفت هو كان مال عيني. الولد متطور جدا يعني مرن انه يلعب في اكتر من مكان وبيلعب وعنده الشخصيه والمعرفه والوعي التكتيكي انه يلعب في اي مكان. ده بالنسبه لي حل يعني هو حلل لي مشاكل. هو مركزه صعب ومليان ضرب نار صعب ومليان ولكنه لعيب انا ما اقدرش افرط فيه لان خلي بالك العدد اللي عندك برضو انا شايف ان هو عدد مش كافي خاصه انت بتلعب 4 3 3 تحتاج كم كبير من لعيبه وسط الملعب. يعني انت ممكن تلعب بسته في ماتش واحد عادي جدا. فانت عدد ست لعيبه في نص الملعب ده بالنسبه لك عدد عادي رقم مش عندك اكتر من ست يعني من عودة نتفيد مع دخول امام مع وجود ديانج مع وجود سولية مع وجود مروان مع وجود فخري صدقني كل ده هيلعب صدقني انت عندك 10 لعيبه في نص الملعب بقول لك اللعيبه دي هتلاقي مثلا اخر سيزون تلاقي طبعًا. يعني بالنسبه لك السنه دي مثلا قفشه هو لعيب بديل صح على فكره قفشه من اكتر اللعيبه اللي لعبت مع النادي الاهلي محمد شريف من اكتر اللعيبه اللي لعبت مع النادي الاهلي رغم ان بالنسبه للناس هي ما لعبتش لكن الموسم بتاع الاهلي مختلف عن الانديه الثانيه. انت بتلعب 60 ماتش والسنه الجايه هيبقى من 60 ل 70 فما فيش لاعب اصلا يقدر يلعب 60 و70 ماتش. فطبيعي جدا هيحصل روتيشن طبيعي جدا اللعيبه هتتصاب طبيعي جدا اللعيبه هتتغيب طبيعي جدا اللعيبه هتتوقف فالكل هيلعب. فانت لو عندك عدد كبير من اللعيبه هيلعب. انا بالنسبه لي برضو بس خد بالك يعني القصه دي بحسها شويه ممنهجه يعني فكره انك انت تضرب فريق في لعيب ما بيلعبش اساسي او لعيب بيقعد ما بيشاركش في مباراه او يقعد دكه في مباراه او بينزل بديل في اخر ماتش دي في ناس بتشتغل عليها طبعا. يعني في ناس تشتغل على قفشه ما كانش يبتدي كتير اساسي ولو انه زي ما انت بتقول كان مؤثر جدا وفي الفترات اللي ظهر فيها انا شفت السنه دي قفشه انا شخصيا شفت قفشه ما شفتوش قبل كده يعني حقيقة. شفت فورمات لقفشه حتى اخر فتره كان اتطور في النواحي الدفاعيه الجرينتا بقت اعلى التركيز واحد بقى واحد من نقاط التحول في مباراه كازابلانكا قدام الوداد كان دخول قفشه صحيح قفشه والسوليه انا فاكر اللقطه دي كويس جدا كان دخول قفشه مسكنا كوره احنا مش كناش عارفين نلعب كوره اصلا عشان هم بيقعوا كل طب حماده راهن على كوكا عندك رهان تاني مختلف انا بتفق معاه تماما في موضوع كوكا كوكا ظهر فعلا زي ما هو قال بدايه مظهر كوكا وان هو كان بيلعب في مركز غير مركزه بيقدم المستويات دي والسنه دي لما بيلعب عنده الثقه وعنده الرؤيه وعنده الـ 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 الامكانيات اللي مش انت مش حاسس ان هو لعيب شاب بس هو بيلعب في الاهلي بقاله كتير فدي من الحاجات انا بصراحه من اللعيبه القلائل يعني اللي هم ظهروا السنه دي واقنعني. كريم الدبيس محتاج شويه بس كريم الدبيس مركزه ان هو انت مستني تشوف معلول تاني فالموضوع صعب هي القصه هنا فالموضوع صعب. احنا معلول نفسه لما كان في باك ليفت موجود سواء محمود وحيد او حتى ايمن اشرف لما كان بيلعب حتى لو كان في عندهم مساهمات بس انت مش قادر احنا عندنا مشكله احنا كجماهير الاهلي انك مستني تشوف معلول بديل معلول يكون معلول ما مش هينفع ما مش منطقي فهي القصه هنا. فانا شايف ان نبيل كوكا من الـ من الـ من الوجوه اللي منتظر منها كتير السنه اللي جايه وخصوصا ان مركزه فعلا محتاج انك انت ان هو لازم يكون موجود ما يمشيش صحيح. طيب هاجي لقصه احنا عندنا الكفه بتميل لصالح النص الاول من الموسم. طب خليني قبل ما اروح البطولات اسالكم على رضا سليم يعني بما ان احنا جبنا الاسماء ورضا واحد من الامام الى حد ما الناس عارفاه ومستنيه يعني مستنيه تشوف امام ب ب ب ب ببصمه الفانيلا الحمراء جوه الملعب وبره الملعب 90 دقيقه كلها. لكن رضا يعني اكيد الناس شافته على السوشيال ميديا لكن بالنسبه للجمهور لسه مش عارفين مين رضا سليم وازاي ممكن رضا يفيد النادي الاهلي. صحيح انا رضا سليم قبل ما اتكلم عليه انا كنت اتفرجت له على مايو كارب ست ماتشات كامله انا مش هايلايتس بقى لا لا شفت خالص بتفرق كتير قوي يا جماعه اما تشوف اللعيب في مباراه كامله وتتابع اللعيب ده وهو معاه كوره وهو معهوش كوره دي اكتر حاجه كنت مركز عليها يعني سلوكياته بدون كوره ايوه. فرضا سليم هو امكانياته هو كان بيلعب في المكان اللي بيلعب فيه حسين الشحات في الاول اللي هو هاف رايت اللي هو بيلعب ناحيه اليمين نقطه قوته كلها في ان انا ازاي اصنع فرصه او اعمل عرضيه اعمل عرضيه واصنع فرصه واحط دول ما بين قوسين فهو دي نقطه قوته واللي خلته بقى نجم الدوري المغربي اخر فتره وحتى السنه دي 90% من الاسيستات بتاعته هي عرضيات. ما تقرب لي ستايله كده شويه، انا اتفرجت على هايلايتس، ما اقدرش اقول لك اتفرجت له على الماتش، اتفرجتش على الجيش الملكي السنه دي، فما اتفرجتش على رضا سليم، لكن لما عرفت ان في باب مفاوضات مفتوح ابتديت اتابع واشوف في فيديوهات وهايلايتس، بس تعرف الهايلايتس دي ما تقدرش تديك فكره خالص. كامله عن اللاعب، بروفايل مين؟
كفايه مين حتى من اللعيبه اللي بطلت يعني؟ لا هو تقنيا حاجه زي زيزو تقنيا زيزو. احمد يعني سيد زيزو الحالي الحالي وشبيه قوي بستايل اللعب حتى كمان المركز اللي بيلعب فيه. يعني رضا بيميل جدا ناحيه اليمين اللي هو بيحب يلعب في الحته دي، بس هو زي ما قلت لك هو جود كروسر اكتر ما هو فينيشر يعني. هو ما بيتحركش كتير لجوه، يروح عشان يفنش. وده طبعا مش بيعتمد على رضا لوحده، بيعتمد على تعليمات كوتش. فاحنا هنا عندنا لاعب امكانياته كويسه 10 على 10 يعني امكانياته الفنيه ممتازه. انا عندي حاجه موجوده في رضا سليم هي مش موجوده عند اللعيبه بتاعتي، خاصه اللي في تلت الهجوم بتاعه. رضا بيتميز بالشراسه. يعني انا قلت لك لما تابعته بعيد عن ان هو معاه الكوره، لا هو في التدخلات بدون الكوره وفي الضغط وفي معدلات الجري بدون كوره، لا هو 10 على 10 يعني. يديك عمق وتقل دفاعي وانت عايز تجيب الكوره من قدام، لو هتضغط بشكل عكسي او هتضغط بشكل عالي هيديها لك بنسبه 100% وحلو قوي. حتى ده كان مترجم على مستوى الارقام ان هو من افضل اللعيبه اللي استخلصت الكرات في الثلث الاخير. يعني يمكن مش معايا الارقام كامله. طب خليني اخد منك افريج كده متوسط يعني. يعني ما اقول لك مهاره كام من 10؟ مهاره مهاره اديله 7. 7. سرعه سرعه اديله 8. فتنس اديله 9. 9 لانه دي من اهم الحاجات اللي انا كنت اتكلم ان هو فتنس جامد جدا. وحتى زي ما قلت لك هو واضح عليه من معدلات الجري اللي بيعملها في طول 90 دقيقه، لا هو ما بيبطلش جري. وكمان على فكره هو 10 على 10 في الالتحامات وفي الضرب. يعني هو مع ان جسمه ما يبانش، بس جسمه ناشف مش لعيب طري بوظ الشارع يعني. لا هو عصبي جدا ومش سهل جدا ان انت تاخد منه التحام. فهو مميز جدا في الحته دي. فانا بقول لك هو بيتميز جدا بالشراسه، عشان كده هو مساعده في قصه ان انا ازاي استخلص الكوره من التلت اللي قدامه وبشكل عكسي. على فكره رضا سليم انا افتكرت له احصائيه ان هو من افضل 10 لعيبه استخلصت الكوره في الدوري المغربي. يعني من افضل استخلاص في التلت اللي قدام، مش كمدافعين، في التلت اللي قدام بشكل عالي وبشكل عرضي. وبيعمل حاجه اسمها انترسبشن، دي ارقام او احصائيات يعني معينه مش مزعجه اكتر للناس. الانترسبشن ده هو عباره عن لعيب بيعبر عن الوعي بتاعه ان انا ازاي اتوقع مسار باصه من A لB. بمعنى صح، انا مثلا حامل الكوره مع الكوره هيباصيها للاعب معين، فانا شايف وقاري اللعبه فبخش بقطع الكوره وبقطع المسار. في التلت اللي قدام رضا سليم عامل 46 حاله. 46 حاله، انا افتكرت رقم حالا دلوقتي. 46 حاله ده رقم بالنسبه لللوكيشن اللي قطع منه والمكان والخطوره اللي ممكن ينتج منه فرصه، لا رقم كبير. انت بتتكلم في التلت الاخير 46 مره، معناها ان 46 فرصه ممكن تنتج في الوقت ده. فبالنسبه لي طبعا رقم كبير، وبيعبر عن قد ايه ان رضا سليم لعيب واعي جدا في الملعب وبيتحرك ودايما عنده رغبه ان هو يستخلص الكوره. فده بالنسبه لي طبعا رضا، لا رضا صفقه واضافه ثقيله جدا. بس رضا بدون راس حربه هيدر كويس، انا بقول لك هيبقى فيه اهدار لجهد رضا. اصعب لقطات الموسم ده نادر بالنسبه لك؟ اكيد كانت مباراه سان داونز يعني. مباراه سان داونز اللي كانت في جنوب افريقيا كان منعرج الموسم، ومباراه الهلال كانت صعوبتها قبل ما تبدا، بس لما بدات ما شاء الله يعني الرجاله كانت قامت بالواجب وزياده. الموضوع كان ماتش سان داونز اصعب بالنسبه لك من هدف الوداد هناك؟ لحظه هدف هناك انا كان عندي ثقه تامه. انا كنت معاك يا احمد اليوم ده في الحلقه كانت قبل الماتش. قلت لك كان ساعتها كان معانا شريف. ايوه قلت لك لو سجلوا احنا هنسجل، لو ما سجلوش الماتش يخلص 0-0. انا كان عندي ثقه تامه بعد ما سجلوا، يعني انا لو رجعنا للحلقه هتلاقيني تك كده لفظا، قلت لك لو سجلوا احنا هنسجل، انا عندي ثقه تامه ان احنا هنسجل، لو ما سجلوش هيخلص 0-0. فبعد ما سجلوا احنا ما لعبناش كوره، بس على مدار الماتش كله انا عندي ثقه ان احنا هنسجل. انا كان متفرج معايا صديق زملكاوي على المباراه دي، هو كان واثق اكتر مني ان احنا هنسجل. الروح السنه دي كانت طاغيه قوي طبعا، الحاله طبعا. تعالى نشوف صوره كده ونفكرك بيها وتحكي لنا قصتها. انت كنت كان ليك تعليق على الصوره دي؟ انا كنت اتكلمت عندي على اللقطه دي، كانت عندي على الفيسبوك. ده كان بيرسي تاو بعد المباراه، اللقطه دي ما خدتش حقها. لا هنشرح للناس اللقطه دي فين. دي في ملعب كازابلانكا يعني ممكن تبان اللقطه ان بيرسي تاو داخل عركه. لكن هي كانت المباراه دي كانت في ملعب كازابلانكا بعد الهدف بتاع محمد عبد المنعم. الصوره دي كانت بيج الاهلي اللي كانت رافعاها. الصوره دي ما خدتش حقها، ما حدش اتكلم عنها. لكن لو جينا رجعنا لمباراه ريال مدريد وباريس سان جيرمان، دافيد الابا كان ليه صوره الناس كلها قعدت تتكلم ازاي، هو ايه الاحتفال بتاع الكرسي ده. فساعتها دافيد الابا كتب عنده على تويتر تعليقا على الصوره دي، وقال لك لا يمكنهم الجلوس على كرسينا. فكان بيرسي تاو
على نفس الملعب اللي خسر عليه فاينل السنه اللي فاتت اهمه من على الكرسي، يعني زي ما يقول كده ايه، او عايز يوصل الرساله دي اللي هو الكرسي ده بتاع ملك القاره يعني. ففكره ان دي تطلع اصلا من لاعب محترف، تطلع من لاعب من اللعيبه اللي كانت بتتهاجم، او من اللعيبه اللي كانت الناس شايف ان هو صفقه فاشله، ولا ده بيرسي تاو ده هو ده اللي جاي من الدوري الانجليزي وهو ده الراجل، رده كله كان في الملعب، الراجل اكثر اللاعبين تاثيرا في الاهلي في بطوله افريقيا السنه دي، هاتريك قدام الرجاء، هدفين وهدف الترجي قصدي، مسجل قدام سان داونز. الهدف بتاع سان داونز ده ما خدش حقه، هدف سان داونز في بريتوريا اللي خده من نص الملعب وجه. أيوة. هدف ده ما فيش جناح لعب في الدوري المصري بيعمل، انا بشوف الكلام ده الحاجات دي اللي بيعملها بدون مبالغه والله، مثلا ميسي بيعمل الحاجات دي، اللعيبه اللي محمد صلاح في جنوب افريقيا ميسي تاو. فانك انت تاخد الكوره وتعمل السبرنت ده وتروح وتحطها في الزاويه البعيده والثقه دي وانت اصلا خسران ثلاثه، وفي ملعب اصلا خد بالك برضو احساس تاو في جنوب افريقيا غير اي حد في لعيبه الاهلي. هو ليه تقله وليه مكانته، وعارف الجمهور هناك باصص له ازاي، وعارف الجمهور مستنيه وهو انت في الاهلي. ايوه بالظبط، تاو هو في الاهلي ولا تاو حد تاني. فالرغبه كمان في او الدوافع اللي موجوده عنده وهو بيلعب في بريتوريا غير صحيح كان متالق في تونس، واحده من افضل ماتشاته لعبها قدام الترجي هناك، لكن اصل ماتش بريتوريا مختلف، ماتش بريتوريا مختلف. كان هو نجم الاهلي بصراحه. والمباراه دي كانت تفاصيلها غريبه يعني، حتى تفاصيل المباراه دي احنا ضيعنا كتير. يعني لو رجعنا لما خسرنا خمسه منهم قبل كده مع لاسارتي، ما كان الفكره الخمسه بتوع لاسارتي دول مشكوك، يعني مشكوك فيهم وفيهم كلام كتير جدا على التحكيم، في ثلاث ضربات جزاء، حاجه وهم يعني، حاجه ضحك، حاجه هزل كده يعني، وفي اهداف اوف سايد يعني. رغم كده يعني كنا وحشين كنا وحشين على وحشتنا وبصناش ان احنا خسرنا تحكيم. التحكيم في الماتش ده انا معاك في ده تماما، سيء جدا. لكن في المباراه دي بتاعت 5-2 دي، وبعد الماتش ده بكالي جسام اعتقد ما يمكن كان ليه ماتشين ثلاثه بعد كده، ما كملناش احنا تاني. لا ما حكمش للاهلي اعتقد تاني، كانت فضيحه تحكيميه يعني. لكن انك انت بتخسر، انا بعد غير الخمسه بتوع غير خالص، انا خسرت خمسه. انا بعد الماتش طبعا انا كنت متضايق جدا ومحروق دم، اللي هي البطوله بتضيع وانت خسران خمسه تاني فريق. انت مين في افريقيا انت عشان تكسبني خمسه مرتين؟ ايوه، فاللي هو مش منطقي. طب هم بس بياكدوا لي ان بكاري جسام ما كانش هو الحكم الخمسه، هو كان حكم مباراه العوده. انا مش فاكر مين الحكم بصرف النظر عن المسمى، انا حافظ الماتش ده وحافظ اهدافه وحافظ الشطات. اعتقد سيكوزوي. يمكن لكن هو في النهايه انت لو ارجعوا بصوا على اهداف سان داونز الخمسه، هتلاقي في منهم هدف اوف سايد، وهدف لمسه يد، وهدف ضربه جزاء الشناوي يعني مش ملمسوش، ما قربش منه يعني، ما فيش احتكاك حصل حتى. تعرف في ساعات المهاجم يستغل كده انه في تاتش بسيط فيعمل الدايف، عارف الدايف دي بشكل، فالحكم حتى الاحتكاك البسيط ده ما حصلش، وتلاقي الحكم حسب ضربه الجزاء على طول. فاكر الماتش ده كويس جدا بالظبط، لكن ده زي ما قلت لك مختلف تماما. انا اللحظه اللي ما بنساهاش بقى لو افتكرتها وانت بتقول، اصل انا في لحظات كتير قوي الاهلي ده الاهلي بقى بالنسبه لي، اما تبقى حاسس انك بعيد جدا، هي خلاص قافله، مش يومك، مش عايزه تدخل البطوله، بتروح الوقت بيجري، فاهم؟ اليوم ده انا كنت جاي الماتش بتاع جاي السادسه، وكان ماتش الهلال وسان داونز بيتلعب بتاع، فالجزء الثاني بتاع قطر الجزء الثاني انا سامعه يعني، فاتح الموبايل كده على الكرسي جنبي في العربيه، وطبعا سايق فبسمع الماتش يعني، مش قادر اتفرج فبسمع الماتش، وخلاص الماتش بيقرب والنتيجه تمام والدنيا خلاص، هوب لقيت ايه؟ ضربه جزاء بينالتي. فعارف اللحظه دي لما تحس انك انت خلاص الدنيا بتبعد جدا جدا جدا، ومره واحده تلاقي انه فرصتك جت، فالادرينالين يعني من قمه انك داون لقمه انك الادرينالين فوق. ده الاهلي كتير يعني، ممكن دي ضريبه ان احنا نشجع جدا، تلاقي ضريبة نفس القصه دي. بالظبط، هي لحظات كتير اللي الواحد مر بيها في الموسم ده، يعني مفيش امتع ولا اسعد من لحظه هدف عبد المنعم. اصعب بطوله للاهلي الموسم اللي جاي حماده، اصعب بطوله الدوري الافريقي، البطوله المستحدثه، البطوله الجديده، ولا بطوله كاس العالم شايفها؟ لا انا بالنسبه لي طبعا رقم واحد كاس العالم. كاس العالم من حيث الصعوبه، من حيث ان انت عايز تاخدها، ان انت عايز تروح بقى مركز يعني افضل من تجرب بقى الفضيه بقى يعني، كفايه برونز يعني. احنا عايزين بقى نشوف الفض والذهب والحاجات الحلوه دي يعني. نفسي ان احنا نفكر بشكل يعني جدي اكتر، ان احنا ممكن، لا احنا ممكن نروح. وعلى فكره احنا كنا قريبين في اكتر من مره، انا عارف، بس هي قصه برضو انه افريقيا يعني، هو الاهلي شايل شيله مش شيلته بصراحه. خلي بالك ان الوضع في افريقيا
على مستوى الإمكانيات وعلى مستوى المسابقات وعلى مستوى الجوائز وعلى مستوى الدعم المادي حاجات كتير. يعني يكفي أنا أقول لك إنه الأهلي محروم. أنت لعبت كام ماتش في أفريقيا السنة دي؟ كام واحد منهم دخل لك جمهور في الاستاد؟ عدد الجماهير دخلت لك، عدد الماتشات اللي أنت بتلعبها في الموسم في كل البطولات دي، تخيل لو جماهير الأهلي موجودة في الاستاد، حجم العوائد المادية اللي ممكن لسه كنا بنتكلم لسه بنتكلم في القصة دي قبل ما أخش الهواء بمعدل يعني سنويا بس لو احنا قلنا بس 40 في الماتشات اللي هي مش مهمة. أيوه احنا قدرناها كده الأهلي ممكن يدخلوا سنويا بس من التذاكر ما يقارب من 30 ل 40 وممكن توصل ل 50 مليون جنيه بس من خلال ال 60 ماتش اللي انت بتلعبهم في السيزون. يعني ده رقم طبعا لا رقم كبير رقم يساعد والله اكبر من كده بكتير. انا بقول لك يعني احنا اقل حاجه احنا بنتكلم على الحد الادنى مش الحد الاكبر. فلما تيجي تطلب بقى انه الاهلي يروح يلعب اديك شايف مثلا اتحاد جده منافس محتمل شايف التدعيمات عامله ازاي وبيعمل يعني الاهلي قادر يكسب. انا كنت بقول من يومين انه كان معايا كابتن ماهر همام فمش فاكر يعني ايه اللي جه في سياق الحديث ودايما الناس تتكلم على يعني شماعه هبله كده اسمها المجامله والاهلي نادي الدوله والاهلي الحكام بيجاملوه واتحاد الكره ولجنه المسابقات يعني. فكنت بقول يا جماعه يعني اللي بيقابل ابطال العالم ابطال القارات ويكسب بالميراس بطل امريكا الجنوبيه ويكسب مونتري و مونتري بالبديل على فكره يعني مونتري بالفرقه يعني اللي ناقصه الدوليين بطل امريكا الشماليه ويكسب سياتل ساوندرز بطل امريكا الشماليه برضو بس ده مكسيك وده الولايات المتحده الامريكيه ويكسب الهلال ويكسب الدحيل ويكسب اوكلاند الفريده في حته تانية مش محتاج مش محتاج يجامل لكن نتمنى ان شاء الله تتفق مع حماده في نفس القصه الأصعب. أنا متفق في كاس عالم الانديه لو فعلا زي ما مارسيل كولر بيقول ان ده هدفه ان هو يحصل على بطوله كاس عالم الانديه سيتي صعب قوي جوارديولا ده ما بيرحمش بس انا شايف بطوله السوبر ليج هتكون صعبه جدا مش السوبر ليج هي اصعب بطولات النادي الاهلي خصوصا ان احنا لسه مش عارفين نظامها يعني لحد دلوقتي لسه ما تحددش موضوع النظام في كلام يقال ان المغرب عايزين يعملوها زي بطوله مجمعه زي ما بيحصل دلوقتي في البطوله العربيه الوديه غالبا هتبقى نوك اوت يعني ما انا بقول لك هو عايزين يعملوا بس خلي بالك الاهلي يا نادر هو الاوفر حظا في البطوله دي هي 21 يوم يعني في النهايه 21 يوم من 20 اكتوبر هي بطوله مجمعه على فكره دي ميزه على فكره ان انت تقعد مثلا اللعيبه ما تسافرش وتروح وترجع لا اللعيبه في بطوله مجمعه 21 يوم قاعدين في مكان واحد نوك اوت الخروج غالب مغلوب ده اللي حتى الان اللي هو بيشع فبالنسبه لي انا اكتر عدد لعيبه عندي طب سريعا هتفق هقفل الجزئيه دي اهم منافسي الاهلي من وجهه نظركم الموسم القادم نادر محليا وافريقيا محليا بالتدعيمات الاخيره بيراميدز من المنافسين المحتملين لسه مش عارفين تدعيمات الزمالك عامله ازاي بس محليا مفيش خوف على الاهلي كتير يعني افريقيا يعني. افريقيا سان داونز مشروع سان داونز طبعا وفريق الوداد حماده محليا بيراميدز طبعا بيراميدز بقى فريق يعني فريق قوي يعني هينافس الاهلي وهيرخم عليه سيزون جديد وافريقيا انا برضه انا شايف ان سان داونز من الفرق برضه الرخمه مع كمان الوداد الوداد برضه اسم تقيل يعني الوداد دايما بتاريخه واسمه لا بيبقى موجود في الحدث الفرقتين دول لا فرقتين لازم نحترمهم محليا طبعا بيراميدز السنه دي واضحه هي مش اهلي وزمالك ولا النكايه ولا الكلام ده كله بس احنا واضحين وشايفين ان فعلا السكواد بتاع بيراميدز سكواد تقيل جدا يؤهله للمنافسه. نادر شبانه حماده الشناوي بشكركم شكرا جزيلا نورتونا وشرفتونا في استاد حبيبي اسعد بيكم دايما حبيبي ابو حميد شكرا نادر شكرا حماده شكرا لحضراتكم على متابعتنا بكره حلقه جديده من السادسه تحياتي لكم.